اليوم ما راح اشغل تلفزيون، اليوم بس مواقع انترنت اشوف ايش بيها المواقع، ما بيها يجوز ابوع لي فيلم ومواقع الانترنت. وهذا بالنصيحة اليوم ما تابعه. هذا ندق. اوه هم ابو النصيحة، هم ابو النصيحة. ما جاوب دعوف. عجيب لحلح. خل نشوفك شو تريد. الو اعرفك، لا تعرفني بنفسك، اعرفك ابو النصيحة. مشغول مشغول، شو تريد انت؟ هاني دا باوع فيلم، ودا باوع بطل فيلم ملتمين عليه 100 مسلح. ايه وداير مداير البيت. يعني عمو ما تسمع صوت الرصاص وراح يحرقول البيت حرق. لا مو بيتنا، مو بيتنا، بيت بطل الفيلم. عمو يعني اجلها الغير مرة. يلا تمام راح اغلق الفيلم. تمام تمام تمام. يلا يلا. الله. اوف ماذا جرى يا عزيز؟ صدمتني واقلقتني بخبر العصابة. عمو مواني مواني عمو، صديقي كمال دلاني على هاي الافلام وقال لي هاي الافلام بيها عصابات وبيها مغامرات، حتى غاني اجنبية وعربية بيها كومي بيها تفاصيل. عمو اوف يا عزيز يا عزيز، هذه المواقع للكبار يا عزيز. شنو يعني ايش تقصد عمواني جاهل؟ عمواني ترجم الفيلم كله. يا عزيز يا عزيز، هذه المواقع للكبار ولكنك لا تعرف تأثيرها عليك. الكبار أنواع وليس لك هذا الموقع وليس من حقك أن تشاهده. يعني عليك بعد إنجاز فروضك وواجباتك المدرسية والمنزلية بإمكانك أن تتابع البرامج والمواقع التي تليق بسنك يا ولدي. يعني عمو أنا سويت؟ يعني هو كل شيء ما بيه بس أفلام عصابات هاي وحلوة يعني تونسني. نعم مع ذلك يجب أن تبحث عما يناسب عمرك. خذ رأي والدك مثلا، خذ رأي المعلم. نعم عليك أن تستشير الأكبر منك في هذه المواقع، ولا تجعل كامل صديقك هذا هو الذي يرشدك على هذه المواقع يا بني. استعن بمن لديه خبرة في معرفة الأشياء يا بني. أمو بس يعني صح كلامك صحيح، بس يعني هي مواقع ما بيها شيء، هي بس عرك وهاي وكل شيء ما بيها. طيب فكر يا بني فكر، هذه المواقع هل تثير فيك مخافة الله؟ هل تثير فيك الحرص على التعلم، على الثقافة، على الوعي، على التربية الصحيحة؟ لا عمو ما تشجعني، وهي أصلاً يعني هي أفلام عصاباتها يعني ما تشجعني على كل شيء. غير مسلية وغير مفيدة، وإلا أين التسلية في مواضيع مثل القتل والثأر والدماء والرعب؟ وأين الفائدة في مواضيع كلها أذية على الغير يا ولدي؟ صح مو يعني مو مفيدة، بس يعني هي بيها عرك وعصابات، بس أنا راح ألتزم بالنصيحة مالتك وبعد ما تابع هاي المسلسلات. طيب هل أنت راض عن هذه المواضيع؟ لا لا عمو ما راضي. هي شنو هي الأفلام؟ هي بس عصابات وسرقات وحتى بيها مشاهد يعني تخوف وتخجل وما أريد أحكي يا عمو. خذ نصيحتي، التزم الدربة السوية دائما، واختر قناة موقعا ملائمة. التزم الدربة السوية دائما، واختر قناة موقعا ملائمة.